السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكل من يجلس الآن أمام الشاشة ويتابع هذا اللقاء وهذا العدد من برنامج الزيتونة اليوم. ونحكيه اليوم على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب وأزمة المياه، حيث تعاني جل جهات البلاد من تفاقم أزمة مياه الشرب وتكرر الانقطاعات واضطراب التزود بالمياه، وخصوصا في الفترة الأخيرة في فترة الصيف تحديدا، رغم تصريحات وزير الفلاحة في شهر ماي أن الأزمة لن تتعمق خلال هذه الصائفة على غرار الصائفة الماضية، إلا أن الانقطاعات المتكررة ما تزال تثير حنق المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تضرر من العطش الذي لم يستثني حتى المناطق الغنية واللي فيها مائدة مائية غنية. ويقدر معدل الموارد المائية في تونس مقارنة بعدد السكان ب 450 متر مكعب للمواطن الواحد، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتمثل في 1000 متر مكعب تقريبا. وبالتالي فإن تونس تصنف أو تتموقع تحت عتبة الفقر المائي، فهل أن ما نعيشه اليوم من اضطرابات في توزيع المياه يمثل ناقوس خطر لأزمة مياه مرتقبة، أو الحديث عن انتفاضة مائية مرتقبة؟ ماذا إذا وصل معدل الموارد المائية الفرد الواحد في انخفاض إلى أقل من 350 متر مكعب؟ لماذا التعتيم أيضا عن هذه الأزمة والاكتفاء ببعض التصريحات العابرة للمسؤولين دون الولوج في تفاصيل هذا الموضوع؟ وهل وضعت الحكومة خطة ناجعة طويلة المدى من أجل تأمين التزود الماء الصالح للشراب على المدى البعيد؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجاوب عليها في حلقة اليوم إن شاء الله مع ضيوفي. السيد عادل الهنتاتي، خبير دولي في البيئة والتنمية المستدامة، مرحبا بك سي عادل. مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا لك، تحية لك. نرحب أيضا بضيفي السيد سمير ريدان، المدير الجهوي لاستغلال المياه بإقليم تونس الكبرى، مرحبا سي سمير. بارك الله فيك، عايش، شكرا على الاستضافة. شكرا لك سي سمير. إذن مواصلين في هذا اللقاء في أكثر تفاصيل بعد هذا التقرير ليعرض تقريبا أهم الانقطاعات للمياه في تونس. شبح انقطاع التزود بمياه الشرب التي عرفتها أغلب المناطق التونسية الصيف الماضي، هل يتجدد هذا الصيف؟ المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس والمرصد التونسي للماء يقولان إن الأزمة ستحتد بشكل أكبر صيفة هذا العام أمام غياب الأسباب الهيكلية لحل أزمة انقطاع المياه وتذبذبها، رغم الحلول الترقيعية التي تقترحها السلطة لإظهار عدم عجزها. تفاقم أزمة المياه يعود إلى انعكاسات التغييرات المناخية وتزايد الحاجة إلى الماء، دون اعتبار تآكل البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتدهور بنية الري كذلك، مما يتسبب في ضياع كميات هامة منه. ضرورة إطلاق حوار وطني يخص مسألة الماء مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات الحالية في هذا المجال بات مطلبا ضروريا حسب المختصين. ووفقا للأولويات، فإن تحسين البنية التحتية المائية تمثل الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لحل الإشكاليات، ومن ضمن الحلول التي تقدمها السلطة كحل حتمي هو تحلية مياه البحر. في نفس الإطار، فإن محطة للتحلية جار إنجازها بجربة، فضلا عن إنجاز محطات أخرى بالزرات وصفاقس، إلى جانب 40 محطة متحركة مبرمجة. ويشكل ذلك حسب خبراء بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية بتونس استثمار عالي التكلفة يمكن تعويضه على الأقل بالنسبة للسنوات العشر القادمة، عبر الحد من كميات المياه الضائعة المسجلة على مستوى شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. من ناحية ثانية، فإن سوء التصرف في المياه بالمناطق السقوية سيتعمق أكثر بفعل منشور وزير الفلاحة بتاريخ 27 من فيفري 17 و2000، المتعلق بالسماح بحفر آبار عميقة في المناطق السقوية في ولايات باجة وبنزرت وأريانا ومنوبة لمواجهة نقص مياه الري فيها. وبالتالي يرى أهل الاختصاص ضرورة إعادة النظر في قطاع الفلاحة والتخلي عن المجالات غير المربحة، ومنها الري السطحي وتعويضه بالري قطرة قطرة، والتشجيع على تغيير نشاط المستغلات الصغرى، وإلا فإن السير سيكون في اتجاه الجفاف. تتطلب مواجهة كل تلك الإشكاليات وجوب إعادة النظر في الحوكمة والتصرف في القطاع لإرساء الشفافية ومحاربة الفساد المستفحل في مجال المياه، بهدف بلوغ الاستخدام الأمثل للتقنية الجديدة، وخاصة تعزيز إجراءات المراقبة والمتابعة.
إذا كانت هذه أهم الأسباب وأبرز الحلول في مشكل انقطاع المياه. سي سمير نبدأ معاك، عام ناول سنة 2016 المرصد الوطني للمياه سجل تقريبا 119 انقطاع خلال شهر ماي، 137 خلال شهر جوان، 184 خلال شهر جويلية، وكانت قفصة مثلت أعلى نسب الانقطاع في المياه 207 انقطاع. توقعات الخبراء لسنة 2017 تقول أنه هذه الصائفة ستكون الانقطاعات المائية أكثر حدة. هل عندكم أرقام في صلب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نعمل بها مقارنة بين 2017 و 2016 نفس هذه المدة على الأقل؟ الأرقام اللي أعطيتها أنت نتاع 2016 الحق الأرقام ما عنديش توا، معناها نتاع 2017 معناها اللي سجلناه أنه معناها نسبة معناها الانقطاعات أقل من صحيفة 2016 بالرغم نقص الموارد، إنما سجلنا يعني تحسن في نسبة استمرارية التزود. نعم. ونقص الانقطاعات. نعم، شنو يرجع هذا التحسن؟ التحسن هي البرامج اللي معناها قمنا بها، البرامج الاستعجالية اللي قمنا بها معناها الاستعداد للصيف عام 2017. بدينا تنجم نقول لك معناها بعد الصيف الأخرى عملنا معناها لو بيلون نتاع الصيف عام 2016. نعم. وعملنا برنامج معناها نتاع تدخل يعني بدينا فيه من معناها من قبل بداية العام 2017، يعني من أكتوبر 2016، يتمثل في تدعيم للشبكات وتجديد التجهيزات معناها للضخ كيف كيف، وخاصة معناها حفر أبار جديدة بالنسبة للمياه الجوفية. يعني هذه من البرامج هذوما نسميناهم نحن برامج استعجالية معناها لمجابهة الذروة متاع 2017. والنسب المسجلة معناها الأرقام المسجلة عنا معناها تشير لأنه خير من ثم تراجع عدد الانقطاعات. نعم، واضح سي سمير. سي عادل، هنا المواطن التونسي ما يشكوش فقط من انقطاع المياه لكن أيضا يشكو من جودة المياه، جودة المياه الحنفية خاصة، وهذا شيء يفسر الارتفاع المتزايد والإقبال المتزايد على استهلاك المياه المعلبة، حيث يبلغ استهلاك التونسي السنوي حوالي 120 متر من المياه المعلبة، حجم مرتفع فعلا يؤكد هروب التونسي من المياه الحنفية. كيفاش نفسروا هذا؟ احنا نفهموا الرقم اللي قلته 300 و450 متر مكعب للمواطن، هذا بصفة عامة بصفة نظرية، لانه كنعرفوا احنا حجم المياه صالحه للشراب، المياه اللي هي عندها جوده للشراب. نعرف اللي ثم نصف الكميه نتاع المياه المطرفه في تونس هي مياه مالحه تتجاوز 3.5 و4 غرام من لتر اللي محصول في 365. نعم. نحيو من هالمياه اللي هي لا يمكن ان نستغلها للشراب. نعم. مش بقى نحن في تونس ما بقناش حاجه ياسر. بقى شوي الرقم 350 او 450 متر مكعب في السنه، هذاك رقم راهو نظري وليس حقيقه، الحقيقه اذا كان ما يتوفرلوش اكثر من 120 متر مكعب للمواطن اليوم، وهذا خطر جدا. وزيد على ذلك ان وهذا الخطر هو ان الماء الصالح للشراب احنا مش نكثروا منه ولا مش نكثروا منه في تونس في المستقبل، لان الطلب عم يرتفع. نعم. طلب خاصه الطلب ارتفع والموارد قاعد تنقص في المقابل. الموارد الطبيعيين هي من المفروض تزيد ما حقاش تنقص، لان الامطار موجوده. احنا في تونس عندنا تقريبا بين 26 مليار وبين 36 مليار متر مكعب الامطار كل سنه. نعم. احنا شو نشدوا منها؟ نشدوا من طرف فقط 2.7 مليار وراء السدود، وحجم كبير يهبط المائدة المائية سواء كان العميقة أو السطحية. نعم. معناتها عندنا هدر كبير من الماء بتاع الأمطار يمشي يخرج يمشي للبحر من غير ما نستحقوه، السدود تعبي ثم ما تجيبش تشد المياس لأنها معبية بالطماء من اللوطة. وهذا مخطر كبير، وهذا في استراتيجية بتاع الفلاحة ثم خطر ثم خطأ وقعد هنا الماء يخرج يجي ويخرج يمشي للبحر وإحنا مع النشمة في نفس الوقت. إذا هذا مشكل الجودة، مشكل كبير جدا، لأن بتساوش إحنا مصادر الماء بتاع تونس ما هيش واحد هاك محمية طبيعية. احنا عندنا حسب الدراسات تاع الوكالة الوطنية للمياه المحيطة 439 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصناعية الملوثة تسكن في الوسط الطبيعي، تمشي في الماء وتفسد خاصة في المياه المائدة السطحية تحت المدن الكبرى. نعم. اللي هي في حاجة للماء. السوناد ما تجيب الماء نتاعها، هي تجيب من المنطقة هذيك تحب، تو هذوما اللي حبوا يركبوهم السيد الوزير اللي قال باش يركب محطات نتاع التحلية المياه قريب المدن هكا 165 محطة المتنقلة هذاك. الماء مش أمام شيل الجودة نتاع الماء هذاك، معناتها الكلفة نتاع تنقية الماء هذاك فقط
تخلي السعر باهظة جدا، وفي بعض الأحيان تقنيا صعبة جدا، تقنيا صعبة جدا، ما نعرفوش شنو أنواع الملوثات الموجودة غاديك، ما يجب أن، إذا مشكلة كبيرة جدا. نعم هذا في الحلول نعم. احنا مرشحين تونس هنا أن المشكلة نتاع الماء، وخاصة الماء صحي الشرب، ماشي ولو عندنا أمطار مياه كثيرة موجودة، لكن الماء صحي الشرب اللي تو الآن شركة توزيع المياه تضمن لنا الجودة نتاعو، على أساس عندها محطات نتاع مراقبة جودة الماء قبل ما تعطيه في الشبكة الناس تشرب. هناك مشكل كبير أن هذه المياه ستقل في المستقبل، وأن حاجة ثانية أن ما يكفيش عندك الماء، لأن عندك الشبكة اللي توصل، الشبكة اللي تركب، ما قال الأخ من الشركة أن الشبكة في تونس هي شركة مهترئة، شبكة مهترئة جدا. هذا باش نرجعوا له، نعم باش نرجعوا له سعاد. على خاطر نعم. انقطاعات، علاش انقطاعات؟ انقطاعات راهو في العام معدل 17,000 انقطاع. اي. على التكسير، علاش تكسير؟ خاطر يعطي الضغط باش ما يوصل للعباد بعد شوية، وقت تعمل الضغط والشبكة مهرية يتكسر. نعم. والماء يضيع. نعم. ونسأل الأخ احنا قداش كمية المياه تضيع، المياه صالح الشرب اللي خاصة عليه الدولة التونسية فلوس ويضيع. أي. على خاطر ثم نفس، إذا احنا لو كان الضياع ينقص نقصوا الضياع تاع الماء في الشبكة، ونحافظوا على مصادر الماء من خلال السعادة. باش ما نسبقوش الأحداث هذه باش نحكيو عليهم بعد في الحلول، وباش نحكيو فيها أيضا مع سي سمير، لأنه أنت سألته سؤال مهم الآن وحكينا على الشبكة المهترئة نتاع القنوات نتاع الشركة، لكن قبل ما نوصلوا له هذه وحنا نحكيو على جودة المياه، سي سمير اليوم علاش المواطن التونسي ما عادش قادر، هذا قبل ما نوصلوا للانقطاعات وأسبابها، نحكيو حتى على المتوفر اليوم ماء الحنفية. تقريبا أغلب التوانسة خاصة كي نحكيو في العاصمة وفي المدن الساحلية وغيرها في الحواضر الكبرى ماهوش قادر يعبي كاس ماء من السبالة ويشربوا، علاش اليوم؟ والله هو معناها الماء معناها يعني كي يتوفر للمواطن يستعمله في مياه الشرب ولا في مياه معناها باش يستعمل به غسل الاواني ولا معناها للدوش نتاعه ولا استعمام ولا، ويعني ونحن بالنسبه لنا احنا راهو نقوموا معناها برفع عينات وديما نراقبوا فيه المياه، عندنا نعملوا كل سنوين 50,000 معناها تحليل معناها على بعد رفع العينات، ومعناها واثبتت معناها النتائج انه 97% معناها مطابقه للمواصفات التونسيه اللي هي واضح. اليوم انت شخصيا هل تعبي ماء من السباله تشرب منه، تخلي ولدك صغير يشرب منه ماء السباله، أو انك انت ايضا تستهلك الماء المعلب سي سمير بصراحه؟ مع بصراحه يعني انا ما نتصورش معناها ما سونات بالنسبه لي انا معناها هذيك المياه المستعمل معناها. نعم. انا ولا عائلتي والكل، لانه معناها هذيك اللي عندي فيه ثقه ومعناها ومراقب، رغم الطعم اللي نحسوا فيه، رغم ساعات انه يهبط مدردر نقولوا احنا يهبط لا بون مدردر ولا حاجه، هذيك مدردر معناها فما كسر ولا حاجه على مستوى القناه، واحد يخليه يمشي الماء ذاك المدردر يغزل له مدردر معناها راهو جاي راجع للواحد، اما معناها بالنسبة لنا نحن المياه صالحة للشرب، ومعناها وعندنا معناها نتائج تحاليل اللي نقوموا بها كل يوم معناها، أما المواطن إذا كان يشرب معناها هو الماء معناها بأقل ملوحة، يشرب الماء كما نقولوا نحن الماء اللي في الدبابز والكل أقل ملوحة معناها 0.3 بطبيعة مقارنة مع المياه معناها بتاع سونادي اللي هي الحمد لله توا راهي في حدود 0.8 معناها ملي غرام في اللتر. نعم. الملوحة يعني يظهر له كل الطعم اللي فما ذاك بتاع الملوحة وبرا، ما هو راه مطابق معناها مطابق للمواصفات اللي تمشي حتى الاثنين ملي غرام وواحد ونص. نعم. ملي غرام في اللتر، يعني هذا هو معناها علاش المواطن معناها يرى في الفرق هذاك ما بين المياه المعلبه والمياه نتاع السوني. نعم سي سمير باش نواصل معاك. نعم في نفس النقطه باش نرجع لك سي عادل، فقط احنا نحكيو على الاستهلاك المنزلي وعلى الجوده نتاع الاستهلاك المنزلي. اليوم اغلب التوانسه كي نحكيو مازلنا ما دخلناش للمناطق الداخليه باش نحكيو على ازمه الانقطاع والناس اللي ما عندهاش ماء اساسا، نحكيو على اللي عنده الماء ما يشربوش ما يستعملوش في الشرب او الطبخ، لكن يستعملوا في غسيل السياره في سقو الجنينه. هل المياه نتاع الحنفيه معده فقط باش نسقيو بها جنينه باش نغسلوا بها الصابون؟ اليوم في تجربه صارت في مالطا في السنوات الاخيره، انه وقت اللي باش يسلم رخصه بناء للمواطن يسلموا معاها رخصه نتاع ماجل، معناها ما ياخذ رخصه بناء لما ياخذ رخصه ماجل يعمل ماجل في داره باش يستعملوا في غسيل السياره او سقو جنينه او في غسيل الملابس او غيره. اليوم علاش الدوله ما تمشيش في بعض الحلول هذه وقت اللي نحكيوا على انه ماء السباله صالح للشراب؟
بطبيعة الحال إن شاء الله إن شاء الله نوصله نحن معناها يجي يحس الوطني عند المواطن ويعمل هاللماجن هذوما باش يستعمل بيهم استعمالات أخرى ولا فهمتني معناها غير الشرب ويعني لحد الآن ما فهميش معناها يعني تمشي معناها باش بروبليجي معناها باش نطلبوا من يعني من مطالب الماء أنه باش يعمل ماجن ولا فهمتني أما نعم. ممكن ينجم يستعمل معناها ينجم يمشي نعم. للموارد غير التقليدية نحن هي معناها سون لي زون نون كونفونسيونيل كيما معناها المياه البحر والكل اما غير معده بيان سور للشرب نعم واضح سي سمير سي عادل انت شوف فيك عندك ملاحظه ملاحظه كبرى على جوده الماء علاش المواطن التونسي ما عندوش ثقه في الماء نتاع السوناد كان قبل عنده ثقه كبيره انا مثلا الناس نشرب الا ماء سوناد فقط ما نجيش ماء الاخر خاطر انا عندي ثقه في ماء السوناد لكن الماء نتاع السوناد وقت تكثر الانقطاعات وقت انقطاع وبعد يرجعوا هكا دوما يرجع الماء بعد يبدا لونه احمر مستحمر هكا اللي خلى الناس تنفر من 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 نعم. وزيد شويه هكا الناس تحفر بين بعضها والاوساخ الموجوده في الانهج وكذا والماء من النهج يولي في الصناد بعد نشربوا احنا هكا السوسيولوجيا الموجوده حول الماء في المجتمع التونسي هكا اللي خلات المواطن التونسي يفقد الثقه في الماء اللي جاء في الحنفيه ويسعى الى الماء الاخر خاصه ان التوانسه يلقى اولادهم يمرضوا عندهم اعراض مرضيه من استعمال الماء يولي هو ياخذ احتياطاته ولا يستعملوا ياسر الماء حتى في هذا المدن الماء بتاعها اقل من احسن من 0.8 جرام في اللتر الماء نعم. ما ناخذوا اللي عنده جرام وجرام ونص ثم مدن في الوسط والجنوب جرام وجرام ونص ما في الحنفيه هكا ولا تاع السوناد اذا هاكم ما تلومش عليه باش ياخذوا الماء نتاع المعلب ويشروه لانه مجبورين نعم. لأن تصور أنت واحد يمرض بالكلاوي على خاطر الماء ما واش ما فيش معناتها المعيار المطلوب إذا نعم. هذه إشكاليات يخلي الناس شيئا فشيئا مع الإعلام يضخم الأمور ولا الناس ما بقاش عنده ثقة في الماء اللي يجيب الحنفية واضح ولا يدفع فلوس أكثر وهكا ربما دفعنا فلوس والماء للشرب يعملوه إلا عن طريق الحنفية خلاه الماء نتاع الحنفية نتاع السنة هما صالح الشرب يعملوا للري استعمالات أخرى نعم. وهو خطأ وعلى هنا نقول لك انت باش ناكد قلت الاتحاد الاوروبي المانيا اللي هي عندها قرابه 1000 ملم مطر في السنه المانيا في مدن الجنوب في منطقه بافاريا تو منذ ثلاث سنوات البلديات معناتها يرشدوا السكان يعمل بنيه جديده يبني دار جديده لازم يعمل فيها ماجن باش يجمد مياه الامطار جمع مياه الامطار باش يسقي بها ويستعمل في الاستعمالات غير مياه صالحه للشرب اذا في اوروبا في المانيا اللي عندها ماء خير ربي 10 مرات اكثر من احنا يعملوا التقنيه هذه اللي كانت عندنا في جدودنا نعم احنا الناس كل دار عندها انا عملت دراسه بالنسبه لمدينه صفاقس وقدمتها في السنه الماضيه مدينه صفاقس اللي هي معروفه بالتاريخ نتاعها نتاع الماء اللي تخزن ماء الامطار جمع ماء الامطار لو كان ثلث المنازل اللي عند مسطوحة يلمدوا ثلث ما عندهم 50 مليون متر مكعب يوفروه نعم. سنويا وينقصوا الضغط على الشبكة نعم. والناس بقاش حاشتهم حتى الشركة بقاش تعمل الضغط القوي تم الضغط وقت تعمل الضغط باش ما تهزوا المناطق البعاد شوية وطلعوا للناس اللي عاليين شوية تصير مشاكل تقنية على مشاكل تقنية نعم. ونقص وهذا هام جدا إذا الحديث هو أن جودة المياه مربوطة بالانكسارات نعم والانكسارات ايضا جايه من تهريق من اهتراء الشبكه نعم. اذا الشركه عليها نعم. ان ترجع الثقه للمواطن التونسي تنقص من التكسيرات وتوصل الماء اللي هما في السيزيام في الطبقه في هنا انت ما في تونس هنا عندك منطقه الغزاله اللي يسكن في الطبق الخامس والطبق السادس ما يجيش الماء من الخمسه تاع العشيه حتى التسعه تاع الليل هذا الناس هذوما يعيشوا ما يعيشوش ما يجيبوا المناطق العليا هذوما اذا نعم. مجبورين باش يجيبوا الماء المعلب مجبورين ولا هما عندهم ثقه في الماء تاع السوريا ما موجود واضح سي عادل باش نواصل معك سي عادل لكن عندي الان ضيفي بالهاتف السيد محمد برايك الحمروني مرحبا بك سي محمد رئيس منظمه عين تونس مرحبا سي محمد مرحبا بالناس كلهم مرحبا بالضيوف الكرام شكرا لك سي محمد اذا اليوم تونس تلتجئ لاول مره في تاريخها الى المخزون الاستراتيجي لتعويض هذا النقص الحاد في المياه اللي نعانيه منه شنو تبعات هذه الخطوه على المدى البعيد والمدى المتوسط ايضا والله قبل كل شيء حبيت نوضح نقطه صعبه يسمع فيكم اليوم كي نشوفوا ولاد جابس ونشوفوا المجمع الكيميائي في ولاد جابس كيش قضى على الماده المائيه للواحه نعم. تلوث جاي باش نحكيو فيه ايضا نعم
يعطيك الصحة. اليوم إهدار المياه بالمائية سواء في ولاية قفصة ولا في ولاية جابس ولا في ولاية متعدة، اليوم غير ما نعطيك رقم يعني، اليوم ولاية جابس تنتج 128 مليون متر مكعب من المياه الجوفية. أغلبيتها ماشية لغسلان الفوسفات. اليوم ما حبيت نعطي رقم آخر، اليوم 87 اليوم صد نبهانة، اليوم استيعاب نتاعه 87 مليون متر مكعب. اليوم سيدي عندنا 10 ملايين متر مكعب هو استهلاك المجمع الكيميائي تاع جابس. الاستهلاك بعد من نفذه المياه المائيه في الجوفيه في ولايه جابس، ولا المجمع الكيميائي في ولايه جابس ياخذ من المياه من شركه التوزيع المياه. نعم. معناتها اليوم ولينا معناتها اليوم معناتها نعطشوا في الناس ونمشيو في الشركات، المياه في الشركات. اليوم فما برشا اهدار للمياه هذا. واني حط برايي المياه المشكله هذه متعمده. اي نشوف يعني شكون المستفاد من المشكله هذه، نلقاها مستفاده شركات التعليب المياه. هذا اليوم رقم الرقم ولا رقم كبير برشا في التغيير. اليوم فما 1.9 مليار متر مكعب تتباع في السوق التونسيه. وهذا واليوم حسب جريده الشروق حسب اخر المعطيات اليوم تونس الثالثه عالميا بعد امريكا وكندا. في استهلاك المياه المعلبة. نعم. نعم. اليوم أنا حسب رأيي وحسب اعتقادي وحسب زاد كيف كيف لإخواننا في المنظمة الكل، خاطر احنا ديما ندوروا برضه ولاية الجمهورية والناس تحكي لنا معناها كل مرة كل واحد يحكي لنا في حاجة. اليوم باش نعطيك أنا نقاط. نعم. اليوم غياب استراتيجية واضحة. اليوم غياب خطة. خطة معناتها موسمية لمجابات ديمومة وجودة المياه في فصل الصيف. اليوم غياب صيانة السدود، فهمت؟ اليوم غياب بناء السدود جديدة. اليوم كيفاش اللي عندك اليوم تطور النمو سواء سكني سواء نمو في الاستهلاك، وانت اليوم ما عندكش خطة معناتها عادي جدا معناتها، فهمت؟ من 2020 شو نعمل احنا ديما في تونس؟ اليوم غياب رؤية واضحة للمستقبل القريب. اليوم المستقبل القريب احنا ما عندناش خطة هذه. اليوم تم ربط السدود في بعضها لبعضها. اليوم كنشوف كلمه في جندوبه ومعناتها في جندوبه ان المرفيات هذيك تمشي في السدود الاخرى. اي اليوم عندنا زاد كيف عندك اهم حاجه اليوم فما الوحدات تاع تخزين المياه في المرتفعات عدم المضاعفه نتاعها. اليوم كيف زاد كيف فهمت اليوم عدم غياب استشراف والاستدامه سواء في الشركه تاع استهلاك المياه سواء في وزاره الفلاحه. اي معناتها النقاط هذه كل متعمده. واليوم عندنا 10 سنين حتى من 2007 يعني نقول لك بدات الفوضى الخلاقه في قطاع المياه وفي وزاره الفلاحه وفي الشركه لتوزيع المياه. شكون المستفاد بها هي شركات تعليب المياه وبالخاص في فتره الصيف. احنا نشوف القطاعات الكبيره للسائله في المياه هي فتره الصيف. نعم. علاش مش طول الشركه تنك تبيع اكثر؟ اليوم انت تسمع الشركه من الشركات هذه انقطع المياه عليها ولا المنبع نتاعها ولا ما عادش ينتج في المياه ونقص الطاقه الانتاج نتاعها. اليوم نعطيك رقم اخر سيدي. اليوم الشركات نتاع تعدي المياه عندنا جيل 18 شركه. اليوم يمكن 4 من الناس في تونس. هذا الفساد الحقيقي اليوم كما نعم هذا الفساد الحقيقي باش نحكيو عليه. اليوم معناتها كي نحكيو احنا نحكيو معناتها شيء ما هو اليوم تونس ولينا عايشوا بالواقعيه هذه. اليوم تصدقني اللايف تراكر من الشركه التوزيع المياه نحب نسالوا سؤال ينجم هو يشوف ما سبب سمير. نعم. هو والاولاد هو كيفاش لا هو الاولاد نجم يشوف ما سبب. فهمت اليوم صدقني كان بيشوف تعملوا تحقيقات في وسط الوحدات المياه وحدات المياه هذه تاع طالح الشرب في المرتفعات تشوف الحاله اللي فيها. اليوم تزيدوا كيف الجبال وكو ما تحلى مالك. اليوم غياب رؤيه كامله وغياب استشراف كامل. أني حتى برايل اي ونقول للناس الكل اليوم لازم رئيس الحكومه يدخل في الموضوع هذا وقيمه هو معناتها التعهد بمحاربه الفساد. كيفاش يدخل سي محمد؟ انت بصفتك ناشط مجتمع مدني اكيد ديما المجتمع المدني عنده رؤيته وعنده قوته في الضغط. اليوم هل هناك مبادرات حتى لمجلس نواب الشعب اليوم خاصه كي نحكيو على مبادرات تشريعيه او مشاريع قوانين تتضمن خطط استراتيجيه بعيده المدى لحلحله ازمه القطاع المياه؟ كما قلنا اذا كان ثم تقصير من وزاره الفلاحه ثم تقصير من الشركه والمؤسسه الوطنيه المعنيه فلهنا وين المجتمع المدني؟ صدقني المجتمع المدني تو عندنا 7 سنين وخمسه سنين وثلاث سنين وسنة برك قاعدين نجاهدوا بالطاقه تاعنا
لكن نعم. حجم الفساد وحجم الوظيفه المردوده سواء في وزاره الفلاحه ولا في شركه الاستغلال وتوزيع المياه. نعم. راهو اليوم فما ناس لها مرات. اليوم الحجم الفساد العباد تسترزق من شركات تعليم المياه. اي نعطيك رقم علاش ما نحبوش نحكيوه هذا الكل. اليوم شركات توزيع المياه يمكن اربع اشخاص هي سبب الفوضى في المياه هذا الكل. اليوم صدقني الحلول موجوده. قول لي ما مش حلول، الحلول موجوده راه. والحلول يا اخي نشوفوا قول لي ما قداش عندنا من شنو بعض المقترحات سي محمد الحلول حسب تقديرك الشخصي؟ سيدي أول حاجة نبداو بها فهمت اليوم سيدي أول حاجة وين سيدي وزير المحطات نتاع تحليل مياه البحر؟ باش يعاون بهم مدى التقوية في الجهات الساحلية اليوم كما قال ضيف الكريم ومشكور ضيف الكريم اللي جبته اليوم عندك مياه الأمطار كل ماشي في البحر. أي ولي جريمة في حق تونس اليوم كيف اليوم الصيانة وين صيانة السدود؟ وين بناء سدود جديده؟ وين رب سدود في بعضها؟ نعم. اليوم وين الرقابه؟ اليوم كنشوف انت اليوم الاختراق في شبكات توزيع المياه، اليوم ولدت معناتها شيء كبير برشا معناتها هذا يجبد خيطه يجبد ويسقي به الواحد، اليوم ثم اراضي بعديه ولدت اراضي تقويه في غياب رؤيه نتاع وزاره الفلاحه. معناتها اليوم ثم فوضى كبيره برشا كيما احنا نشوفوا فوضى في كل قطاع، اليوم ثم فوضى في قطاع المياه. واضح سي محمد، شكرا لك سي محمد برايك الحمروني رئيس منظمة عين تونس، شكرا لك على هذه المداخلة. سي سمير تعليقك بداية. رأيه هو معناها يلزمه هو حق تكلم في برشا جوانب، معناها نحن الحق معناها عندنا استراتيجية معناها في البلاد معروفة، نحن تونس معناها فما عندها ناس كبار معناها خبراء في المياه وخلاتنا الحمد لله معناها نعيشوا من غير انقطاعات. ما عندناش نحن في تونس ما نش نعيشوا في راسيون مودلو معناها حتى الفلاحة ولا يعني ما نجموش نقولوا ان في ازمة او مقبلين على أزمة. نحن في عندنا ازمة معناها جات معناها متسبب فيها معناها شح الامطار، معناها فما نقص في الامطار الحق معناها اكثر من سنتين ما صابتش الامطار معناها كيما معناها وذي رحنا في تونس عشناها قبل معناها كل 10 سنين تقريبا سي سيكليك معناها وعندنا استراتيجيه والحمد لله معناها استراتيجيه موجوده باش جبدنا من المخزون من المخزون وعندنا زاد استراتيجيه معناها للمواجهه معناها على الطلب حتى سنه 2030 كسوا في الصونات ولا حتى في النيفو نتاع وزاره الفلاحه. نعم. والكل في تشييد سدود جديده والا كيف نحن بالنسبه لبرامجنا نحن اللي تبع معناها تطور استهلاك الماء يعني الحق الاخ معناها تكلم على فماش استراتيجيه فما فساد وفما كذا يعني هو مش رايه هو سي سمير. لا لا نعرف انت اليوم تمثل المؤسسه الوطنيه ما نشربش ماء سوناد معناها مش نشربوا نحن. نعم. واليوم الاسئله المطروحه ليك مش انا نطرح فيها لكن اليوم راه مجتمع مدني كامل وخبراء هذا والناس في الشارع ديما اول متهم في قضيه الماء هو السوناد. اليوم مثلا المرصد التونسي للمياه يقول انه وصف تعاطي الشركه وتعامل الشركه مع ازمه المياه بين قوسين، انت قلت ما نسميوهاش ازمه حاليا، وصفها بعدم مبالاه الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه ووزاره الفلاحه، قال عدم مبالاه وقال انه المشاريع التي تم الاعلان عنها في اطار ما يسمى الخطه الوطنيه للتزود بالمياه الصالحه للشراب خلال صيف 2017 ما يعرف بالكتاب الازرق ليست الا استمرار لنهج الوعود الزائفه والمغالطات اللي تنتهجها السلطه. قالوا انه التحقيقات والزيارات الميدانيه اللي يقوموا بها كمنظمه مجتمع مدني لعديد من الجهات اثبت انه هناك عديد او كشفت عديد من النقاط السوداء فيما يتعلق بالتزود في المياه وذكر عديد المعتمديات وقال انه 20,000 مثلا من سكان سجنان أرياف سجنين قاعدوا محرومين من المياه الصالحة للشراب رغم قرب المدينة من السدود وهذا وصفه بالتوزيع العادل. يعني مش فقط مرصد المياه وفقط سيد محمد، هناك اتهامات من أغلب الخبراء المستقلين أو منظمات المجتمع المدني لغياب استراتيجية واضحة للدولة ممثلة في شركة تونسية لاستغلال توزيع المياه في التعاطي مع اللي عنا والقدام، لانه اليوم ما يعرف او ما يتم الحديث عنه انه من هون الى 2030 باش تكون ثم ازمه حاده في المياه في تونس واللي قد تؤدي الى ثوره او انتفاضه مائيه كما يحكي البعض.
هو اذا كان نقعدوا بطبيعه الحال هكا في الستاتيكو ما نعملوا حتى شيء، ما نعملوا حتى برامج. الواحد بطبيعه الحال نحن حكينا على 450 معناها حصه ال 450 متر مكعب معناها حصه التونسي. نعم. معناها استعمالات الكل هذيك راهي شروط راهي نظريه هذيك يعني لا نظريه ما تعرفش هي مش واقعي كان استعمالات معناها شروب وري وغيره من الاستعمالات استعمالات الكل السياحه وغيره. إذا كان نقعد وما نعملوا حتى شيء بطبيعة الحال، لما نحن عندنا رؤية وفما استراتيجية وفما يعني تشييد سدود جديدة معناها نبدأ من المورد معناها ونقول ربي يرحمنا بالأمطار، لأنه نحن معناها نعيشوا أزمات كيف هكا اللي قلت لك عامين متتالين وعندنا يعني مخزون وقاعدين نطوروا في معناها في المخزون هذاك بتشييد سدود أخرى باش كما قال الأخ عادل معناها راهو نحن نحاولوا معناها المياه هذيك اللي تصب الأمطار نحاولوا نخزنوا لو ماكسيموم بتشييد معناها. نعم هو كذا مشروع مبرمج مثلا لانشاء عديد السدود منها سد جديد بولايه القلعه. القلعه وين وصل بدايه الاشغال في القلعه. نعم. وان شاء الله منا الاخر ومعناها العام هذا ان شاء الله في نبداو في سعيده من ولايه منوبه سد السعيده زاد كيف كيف باش يدخل في المنظومه، واذا كان عملنا القلعه ان شاء الله والسعيده والكل تتحسن يعني ومع معناها عندنا معناها ربط السدود بتاع الشمال الكل مع بعضها وبقول ربي نجمه نجاوبه معناها معناها الطلب هذا وتزايد الطلب. أيه؟ لانه كما قلت لك راهو فما استراتيجي وفما يعني دوله راهي معناها معروفه نحن راهو بحسن التصرف في المياه يمكن يبان للمواطن معناها اللي اصبح معناها يطالب برشا والكل معناها فماش هو معناها مش مواطن فقط يعني حتى منظمة المجتمع المدني وكذا. اما نحن رانا والله معناها معناها عاملين مجهودات من كلنا معناها عاملين معناها الاطارات والاعوان والكل كسوا في وزاره الفلاحه ولا في الصناد ولا واحد عاملين. نعم. ديما باش نجابوا هالطلب نتاع الذروه اللي هاك تراو فيه معناها تبارك الله نحن راهو من 30 جويليا معناها من وشدت لنا معناها ارقام معناها نتاع ارتفاع في درجات الحراره معناها لتو 10 يوم معناها ومعناها وهنا نجيبهم معناها في معناها الحراره المرتفعه معناها في حدود ال 40 كل يوم كل يوم معناها هو اللي معناها ما خلتناش حتى الفضاء باش نرجعوا نسترجعوا انفاسنا ونعبيوا اكثر معناها الاغذائي وهنا نجموا ديما. نعم. نواصلوا في التزويد المواطنين. نعم سي سمير وقت نحكيو رجعت لك سي عادل مداخلتك طويله هذاك علاش ناخذ عده اسئله مع سي سمير ومن بعد نرجع لك. سي سمير وقت نحكيو على ازمه المياه ديما نمشيو للاستهلاك، انه كي نسالوا السناد علاش الازمه هذه يقولوا ارتفاع الاستهلاك، الاستهلاك المنزلي جزء منه اللي السناد تبعث لنا تقريبا يوميا في رسائل على الهواتف الجواله بالترشيد نتاع استهلاك المنزلي في الوقت اللي يستاثر فيه القطاع الفلاحي بنسبه 80% من استهلاك الموارد المائيه في تونس، هذا الى جانب القطاع السياحي سي سمير اللي يحتكر نسبه كبيره خاصه المسابح والاغتسال وري النباتات كل ما يتعلق بالقطاع السياحي، كيفاش الدولة بخلاف الاستهلاك المنزلي قادرة ترشد استهلاك المياه في القطاع السياحي مثلا؟ والله يقين احنا عندنا معناها بطبيعتنا كما قلنا حكينا في الاستراتيجيه هذيك الداخله زاد كيف ترشيد استهلاك المياه. نعم. يعني بدينا نحن دائما من مارس 2017 فك الحمله هذيك الوطنيه واللي قاعدين معناها نواصلوا فيها معناها عملناها في على مستوى الولايات معناها كلي ديما فما انجورني معناها في الولايات وحسسنا المواطنين معناها. نعم. بمعناها بترشيد استهلاك الماء بديجيست معناها يعملهم المستهلك معناها يوميا في تقليص معناها الاستهلاك نتاعو معناها والاوبتيميزاسيون نتاع الاستهلاك نتاعو. يعني تقول انت معناها نحن بطبيعتنا معناها اذا كان السكتور معناها اوتيلي معناها هو يعني مستهلك عند الصونات كيف نجم يكون عنده موارد نتاعو بالنسبه للسقي نحن نحطوهم انه مش يستعملوا الابار نتاعهم يعني بالنسبه للسقي وبالنسبه للاستعمالات الاخرى للشرب بطبيعه الحال هي مياه الحنفيه. واضح سي سمير. سي عادل رجع معك رقم احنا تونس الماء اللي هو من المفروض صالح للشراء اللي الناس تشربه. الاستهلاك بتاعنا سنوي 500 مليون متر مكعب تقريبا هكا 500 مليون متر مكعب الاستهلاك معناها الانتاج 650 معناتها 650 مليون الانتاج احنا نستهلكوا التوانسه يستهلكوا الاستهلاك المنزلي شربوا غير ذلك 500 مليون 550 مليون متر مكعب في السنه واحنا عندنا في تونس 5 مليار دوات متر مكعب مجمعين منهم 2.7 مليار دوات مياه وراء السدود ان شاء الله نوصلها 2007 تو عندهم زوز مليارات و300 مليون تو وقت كملوا السدود زوز 700 مليون وباقي الماء في المائده المائيه السطحيه قرب 900 مليون والعميقه مليار و300 مليون اذا هذا اذا 60% 40% هي معناتها نقولوا احنا سوا في تونس الماء موجود
بدنا نجربوا 500 600 مليون من المكعب عام 2030 في الاسقاطات الدراسات الاستشرافيه نتاع وزاره الفلاحه 2050 احنا نوصلوا للاستهلاك المنزلي 720 مليون من المكعب اللي هم متوفرين حاليا. نعم. اذا المشكل مش في الكم فقط، في الطاقه على توصيل الماء. نعم. للمواطن. نعم. ما نساوش انا شركه استغلال في المدن وثم الهندسه الريفيه في المناطق الريفيه. نعم. ما ان تونس كل مش تولي مدن، اما القرار اتخذته الدوله الناس كل مش تولي بلديات تو. ثم لازم الشركه، لازم الشركه هذه نسميها انا التحدي، الشركه نتاع تو لازمها تعمل حسابات اربع خمس سنوات تقوي ثلث قيمتها، تزيد ثلث من طاقتها تو. نعم. هل هي تستطيع ذلك؟ عملت دراسات في هذه النقطه نسال الاخوين نتاع الشركه. أي. لانه هي ونفسهم باش ياخذوا جميع المدن والقرى يتعهدوا جميع المدن بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الشبكة. هل أن شبكة نوع واحد كما شبكة تاتو في 3.4 مليبار واللي نعملوا بستة مليبار باش تجم تضغط ومن غير ما تجيك تكسير. إذا هذه نقطة هامة جدا نعرفش الشركة خممت فيها ولا في المستقبل باش نحيو باش إمكانية معناتها الماء متوفر لكن ما نجموش نوصلوا. أيه. وهذا خطر. احنا أيه. المشكلة يعني اليوم كي نحكي مثلا على جندوبة يقول لك جندوبة اللي فوق ميدة مائية جندوبة عطشانة مثلا حاجة في الصيف. حاجة خطيرة جدا. أنا قديش مرة من قديم الزمن عندك معناتها شو اسمه في أول مدينة في سهل جندوبة داخل غار الدماء. أيه؟ غار الدماء. أيه؟ غار الدماء مجرد ما جنبها مجرد التوانسة يشربوا منه، ثلث التوانسة يشربوا من المجرد هم ما عندهمش ماء. تصوروا ماء متعدي قدام هكا ولا غير ما عندهمش ماء. تو هذوما الناس هذوما يمشوا يستعملوا الماء المعلب ولا يستعملوا مجبورين باش يستعملوا الماء المعلب. اذا كان عنده فلوس باش يشري الماء المعلب اساسا. نعم. هذه اشكاليه كبرى. اذا هذه اشكال هذا رغم ان تونس كما قال الاخ عندها استراتيجيات كبرى في الماء معروف في العالم اجمع من احسن البلدان في العالم اللي عندها ماء ما عملش هكا تقنين الماء في الوقت ثلاث اربع ما عندناش تونس لكن تو مجبورين لان انقطعت كثرت ولا نقننوا الماء مجبورين. اذا المشكل هو ان احنا لازم نعرفوا نتصرفوا كما ينبغي في الرصيد المتوفر. نعم. عندنا امطار 36 مليار متر مكعب امطار شيء عام. نعم. و26 عام ما ثماش امطار كما السنوات الاخيره وصلنا ل 20 عام الاول 20 مليار من 2.7 هذا ضعف كبير و2.7 راهو سد البراق يخرج كل سنه قرابه زوج 3 مليار دولار. ايه. اللي هو احسن سد في تونس في يجي تتبرق يخرج لوح في البحر بعد ما يتلمد عنده 2.3 مليار دوات متر مكعب، واحنا حاشتنا ب 500 مليون فقط من اعلى الماء نتاعو. علاش قلت سيد لان الماء نتاعو اقل من جرام في اللتر، اذا احسن اعظم المياه. نعم. سي عادل طيب احنا نحكيو في في في, في جمله المشاكل هذه انه عندي الماء لكن مانيش عارف كيفاش نتصرف فيه وكيفاش نوزعه. اليوم هناك من يدعو ان تتخلى وزاره الفلاحه عن مسؤوليتها في تصريف المياه، يقولوا استحاله ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت، خاصه وانه الاستهلاك الفلاحي هو الاكثر حده والاشد في استهلاك المياه. شنو رايك في استهلاك الفلاحي في العالم اجمع مش في تونس؟ العالم اجمع استهلاك. نعم. الفلاحي هو ثلثي الرصيد الوطني من المياه. نعم. في تونس غير تونس وهذا على مجمع. لكن المشكل هو ان راهو في المجال الفلاحي هناك مجهود كبير جدا. احنا كان قبل نعطيوه مليار و800 مليون متر مكعب من الماء باش نسدوه ب 360000 هكتار. تو لو نعطيوه مليار و200 مليون فقط الرقم الاخير بتاع وزاره الزراعه للري وعندنا 450000 هكتار. اذا ثم تحسن في كيفيه السعر. ثم هناك اعتماد اكثر الفلاحه بتاع الري بتاع السقو يعتمدوا التقنيات بتاع القطره والتقنيه المختصه. نعم. في الماء. نعم. حسنوا وهذا هام جدا وهذا راهو مليارات دفعتها تونس الدوله التونسيه الفلاح دفع المواطن التونسي الميزانيه التونسيه للتوقي من حدوث ما صار لنا انه ما عندكش ماء باش تعطي الناس باش تسقي. ما تسقيش مثل مناطق سقويه لا عندك لا طماطم لا فلفل لا حتى شيء. نعم. انت ما عندكش ماء ما عندكش طماطم وفلفل مشكله كيفاش الناس تعيش مشكله كبيره. اذا هذا عملنا فيه لكن شو نقول انا انه ماء صالح الشراب لازم يخرج من الماء ككل يكون معناتها ماء لان تونس المشكل بتاعنا الاساسي هو ضمان الجوده الحسنى للماء صالح الشرب لجميع المواطنين. نعم. مش اللي في قفصه وفي جابس وفي جرجيس وفي جربه ياخذوا ماء في 2.5 جرام في اللتر واحنا في بقايا اخرين ياخذوا جرام في اللتر. اذا تو علاش نعملوا في تحليه ماء البحر؟ صار تحت ماء البحر كانوا غاليس. هل هي حل استراتيجي سي عادل؟ أصبح ضرورة بالنسبة أنا شخصيا ضد على المدى البعيد أنا شخصيا ضد هذا النوع من الحلول وقلت للناس كلها ضد على أن
هذاك معناته انت مستعمل طاقتك خيار ضروري. انت باش تنحي الماء اللي في وسطه 36 غرام ملح وترجعوا غرام ملح، انا قد تدفع فلوس طاقه نعم. وفلوس وتكلف غالي ياسر. قد ايش تبيعوا انت للمواطن التونسي؟ قد ايش تبيعوا؟ يعني كلفة الماء تنجم تزيد برشا لدرجة أن المواطن ما عادش نعم. في حين أننا احنا بنفس تو هذا 156 مليار باش يعملوا نتاع تجربة و160 مليار نتاع صفاقس، هذوما اللي تو الدراسات نتاع السونسار وأعطاهم في صفاقس أكثر بداوا باش بداوا باش ينفذوهم، هذوما 156 مليار ولك هذا معناتها احنا حشتنا السونات في الدراسة عملتها 2002 حاجة 220 مليار باش تحسن الشبكة نتاعها. أنا نقول يا ترى الاولياء تحسين الشبكه باش مقسم انقطاعات باش مقسم مضيع، تعرف الضياع وقت انقطاع قد الضياع الضياع هو انك عندك كل سنه بالضياع عندك سد ب 60 مليون متر مكعب يضيع كل عام عندنا 60 مليون متر مكعب يضيع في الشبكه ضياع لان ثم انقطاعات. ما يلزمنا نحلوا مشكله الموارد زي يعني هذيك الموارد متوفره الغير التقليديه والموارد الموارد متوفره. احنا الموارد متوفره لو اننا استعملنا دخلنا المواطن في اللعبه، خلينا المواطن هو ينتج الموارد نتاعو. وقت المواطن يولي عنده سطح في الدار نتاعو ويجبد الماء نتاعو يسقي به ويغسل به سيارته ويعمل به نعم كيما حكينا هذاك راهو لو كان عم توصل كليك احنا نقصوا على الضغط على الشبكه تاع الشركه بثلاث الكميه معناتها الشركه. وبالنسبه للوتله الوتله اسمع اغلب الوتله اغلب ما يستعملش اغلب الوتله راهم يستعمل الماء نتاعهم هما في كل ما يستعدمش كلفوا غالي ياسر ما يستعدمش بكل نعم وعندهم تعريفه لا تعريفه تاعهم خاصه هما ما يدخلوش في صندوق التعويض هذاك ما يعوضهمش الماء يخلصوا هما والصناعيه يخلصوا في التورك بلاك علاش راهو الصناعيه كلها عندهم شركات نعم بعض وتله عندهم السطح نتاع الوتيل اللي نبدوا به الماء يسقوا به ما مش الشرب يعني لا نستقبل الشرب يستعملوا كوش الماء المعلب ما يسمش مع سونيت. سي عادل نعم باش نرجع معك سي سمير وقت نحكيو ايضا على اسباب الازمه المائيه في تونس ديما كما قلنا نمشيو للاستهلاك سواء المنزلي او الفلاحي نمشيو للتبذير نمشيو لغيره، لكن اليوم من بين الاسباب اللي ممكن ذكرها سي عادل بكريكا في بدايه مقدمته هو تقادم البنيه التحتيه للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه حيث اعلنت هي نفسها انه 42 من قنواتها قديمه ويفوق عمرها 25 سنه 42% يفوق عمرها 25 سنه ومن الضروري استبدالها. اليوم من أهم الحلول المطروحة اليوم واللي ممكن عندها مردودية أكبر بعض الخبراء يصنفوها أنه هي الحلول اللي على المدى البعيد مش تحلية المياه اللي كما كان يحكي سي عادل تستهلك برشا طاقة وبرشا إنرجي وبرشا فلوس هي إصلاح البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كي حكينا بكريكة على الجودة قلنا أنه ساعات يجي الماء مدردر خاطر القناة ما فيها ثقب أو فيها قدامة تهريت ولا تسيب في الكلور ما إلى غير ذلك. هو كلامك انت معناها فما موجود معناها التقادم عندنا في الشبكات وعندنا نعم. برامج نتاع كيما نقولوا معناها تجديد الشبكات تهذيب وتجديد نعم. الشبكات ولكن يعني البرامج هذه معناها يعني محدوده نحن معناها البرامج نتاعنا يعني مشكل معناها التوازنات الماليه معناها نتاع الشركه معناها ما تسمحش الى حد الان باقي نحن نبيعوا معناها الكلفه معناها السعر اللي نبيعوا به معناها ما يغطيش الكلفه دونك نعيشوا معناها موازنه ماليه كما نقولوا ديفيسيتير معناها سنويا وهذا ياثر يعني على برامجنا في تجديد الشبكات نعم. كيف يدخل زاد حتى في تدني الخدمه المزدات يعني الوضعيه الماليه جوده الخدمه وبالنسبه للاعوان والتجهيزات اعوان الصيانه والتجهيزات هل صحيح انه فما نقص في اعوان الصيانه والتجهيزات التابعين للشركه في المناطق الداخليه؟ والله هو النقص في الاعوان معناها موجود معناها في الشركه الكل نظرا معناها البيراميد ديزاج معناها لي ديبار على روتريت معناها نعم. موجود معناها مصيف كبير ياسر نحن في الشركه وقاعدين نقوموا معناها بالانتدابات لمحاله فهمتني اما النقص موجود عندنا في الاعوان ونحن راهو في اصلاح الاعطاب راهو نمشيو للمناوله للمقاولين يعني وهما اللي يقوموا بالاصلاح مع كيف معاضدتهم بالاعوان الشركه نعم نقوموا بهم عن طريق المناوله معناها ديما عندنا مقاولين نخدموا معاهم على طول السنه لاصلاح الاعطاب ما نخليوش كان عطب بطراء ندخلوا ونصلحوا باش نرجعوا المال. واضح سي سمير سي عادل كي نسمعوا الوضعيه الماليه او التوازنات الماليه نتاع الشركه اللي ماهيش قادره تغطي حتى مصاريفها اليوم هناك دعوات و
أصوات تصدح بضرورة خصوصة قطاع التصرف في الماء اللي يعتبر البعض الآخر أنه لا سبيل للتفريط في الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، يعتبروها ثروة وطنية ولا سبيل للتفريط فيها، وأنه خاصة الشركات المتصرفة في الثروات الطبيعية اللي هي الطاقة أو المياه أو غيرها هي شركات يجب أن تبقى دائما تحت حراسة وعين الدولة. أولا احنا نعرفوا عندنا قطاعين بالنسبة للمال الصالح، عندها قطاع الدولة وعندها قطاع الخاص. هذه الشركات اللي تكثرت نتاع المياه مع القطاع الخاص ولا؟ نعم. خليه يخدم على روحه. لكن نحكي على التصرف في الموارد التصرف في الماء، الماء, الماء, الماء الماء هو من 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 عناوين السلطة. نعم، عناوين سيادة الدولة. نعم. عناوين الدولة وتوفر الماء الصح للشرب للسكان نتاعها وتوفر الطاقة الميسرة. هذه مهمة الدولة وتوفر الأمن، ثلاث حاجات. الإنسان في الدنيا هذه حاجته ثلاث حاجات باش يعيش بهم. مقومة جودة الحياة تعتمد أساسا على الماء صالح للشرب المتاح في كل وقت وفي كل زمان وفي كل ظروف. ثانيا الطاقة المتاحة في كل زمان وكل ظروف. وأيضا الأمن المتاح في كل دولة. هذا متاح، هذه أمن الدولة، هذه الدولة. إذا كانت تتخلى عليها هذا وما تخلت على الدولة، إذا هذا ما ثماش باش يتعرف. لكن هذا ما يمنعش أن القطاع الخاص يحب يزحم حس نجود. احنا وقينا القطاع الخاص كثر الماء نتاع صالح الشراب عن طريق القطاع الخاص، الشركة ولات تتحسن في الجودة نتاعها، قد باش تبيع زادة. إذا هذا المزاحمة تنافس. لكن الماء هو من مشمولات القطاع العمومي، هو الدولة ما ثماش، ما نعطيوش القطاع الخاص الماء، ما نصرفوش. إذا لكن القطاع العمومي هل عنده القدرة أنه يتصرف كما ينبغي في المدخر الوطني من المياه؟ مثلا أنا وقت هو الشركة وقت هي عندها مساحات كل نهار وعندها حي جديد يصير في منطقة معينة، لازم توصل له الشبكة، وما عندهاش الخزان ما يوصلش الماء، خاطر ما تعرف لازم الخزان موجود باش توصل الماء البقعة هذيك، ما يعمل يكثروا بالضغط، يكثروا الضغط يتنقب من غاديك القناة، خاطر كما قلنا 40% من الشبكة مهرية. إذا والشركة يلزمها تبدل، يلزمها تبدل ال 40%. نعم. وحاجة أخرى زادة، يلزمها توصل الشبكة الباهية لكل المدن وكل القرى في تونس، اللي هو قانون جديد في الدستور بتاع تونس، ما دام كل مدن. إذا الشركة عندها تحديات كبرى. هل أن الشركة، ونعاود نقولها مرة أخرى للأخ، هل أن الشركة التحديات هذه درستهم، عرفتهم، خطط لهم ولا ما خطط لهمش لحد الآن؟ لأن كما قال ما عندوش فلوس باش الشركة يصلحها. 220 مليار يلزموا يتصرفوا باش الشبكة المهتلة تصلح، ما عندهمش باش يعملوها. نعم. إذا باش نعيشوا مع انقطاعات متوفرة وتزيد تتواتر القطاعات تزيد، لأن كل ما وسعنا الشبكة باش وصلنا الماء للناس الأحياء الجديدة هذه وعندهم حق في الماء باستبعد شرعيا دينيا وشرعيا واجتماعيا وعرفيا، عنده الحق في الماء، يلزم تجيب الماء ويلزم الشركه توصل لهم الماء مجبوره، هذا دور الدوله. نعم. لكن وقت توصل لهم الشركه الماء مش تفسد للناس الاخرين. اذا هذه اشكاليه اللي عايشه فيها الشركه ومتخبطه فيها. اذا كان ما تخرجش من البطقه هذه ما تجيبش تصلح روحها. اذا نقول انا المستقبل القريب نتاع تونس من حيث الماء صالح الشرب عن طريق المنوال الحالي نتاع الشركه مش يكون اتعس من احنا فيه تو. اذا نعم. انا اقول لك انقطاعات مش تزيد تكثر، التكسير في القناة مش تزيد، الماء المدردر كما قلت أنت في الحنفية بعد مش يكثر. إذا الناس مش شيء فشيء تبتعد عن الشركة بالنسبة للماء بتاع الشركة وتمشي تلجأ أكثر وأكثر للقطاع الخاص يعطيها الماء، وهكذا القطاع الخاص. وبالنسبة للناس اللي تعيش ما عندهاش ماء أصلا تمشي تجيب الماء كيلومترات وتجيبه في المشكلة. هذا كغلطة هكا، علاش يلزم إيش قلت أنا ثلث متاع هي عندها مثلا توا طاقة، زيد ثلث إضافي من الطاقم تاعها الآن باش توصل لما الناس كلها الثلث هذا ما درستوش باش تعمل شركة. أنا قلت لا هو نحن عندنا راهو عندنا برامج تحسين التزويد، لأن توا راهو نحن التزويد في المدن 100% تزويد معناها بماء صالح 100% سونات. نعم. وبالنسبة للمناطق معناها 100% بدون اعتبار الجودة، بدون اعتبار لا 100% نسبة تزود بدون اعتبار الجودة، بالجودة على خاطر الجودة بين بجودة السونات 2.5 جرام. لا جودة عندها 2 جرام وعندها لا عندنا برامج حتى تحسين يعني في الجودة، عندنا برامج، عندنا برامج بتاع الوقت يسمع فينا ويقول لك الأخ ساعة ما جابس قال لك أنت تحكي لي تقول لي جرام 0.8 جرام، أنا جرام ونص ما لقيتوش. لا عندنا في جيبس، عندنا برنامج إيه عندكم برامج جديدة في صفية التصوير. لا إن شاء الله نحن جربة منا إن شاء الله لخير عنا جربة كيف تحضر مياه البحر جربة ونطلق التحضيرات إن شاء الله توفر الاعتمادات، إن شاء الله توفر الاعتمادات، مش كل اعتمادات رأى فلوس إن شاء الله توفر الاعتمادات. هل أن احنا ما نشكوش طبعا في النوايا أعوين الشركة ومسؤوليها. نعم. تحسين الجودة متوفرة، النوايا كل متوفرة وتحسين التزويد زاد. فما برنامج نحن عندنا كما قلت لك 100% في المدن
و 93% في المناطق الريفيه اللي هما 51 52 سونار عن طريق سونار يعني الجري و 41 عن طريق الهندسه الريفيه قعدوا 7% 93 7% هما اللي ما معناها ما ضايعين تبقى عندهم سهوله وعندنا برامج معناها لتحسين التزويد وان شاء الله نخفضوا حتى ال 100% بالنسبه. طيب سامحني سي عادل سي سمير هناك خبير اقتصادي يقول انه تفشي ظاهره الفساد السياسي والمالي والاداري المتمثل من الناحيه البيئويه في تحويل المناطق الفلاحيه الى مناطق عمرانيه يؤثر حسب رايه هو على مخزون المياه في جوف الارض، كما انه المناطق الصناعيه المنتصبه في عديد من الجمهوريات والمناطق في البلاد قاعده تلوث في الميده المائيه وهذا يندرج 439 الف متر مكعب يوميا. نعم. دراسه صحيحه 439 الف متر مكعب يتصرف يوميا في الوسط الطبيعي يمشوا للماء، اذا هنا قاعد نلوثوا في المصادر الطيبه نلوثوا فيهم بعد 10 سنين ما نلقاوش ثم المائده المائيه. نعم. في تحت سيارة. اغلب المدن سامحني هذا الناس لازم يفهم اغلب المدن التونسيه الكبرى اللي حاشم بالماء باش يشربوا هذوما المائده نتاعهم ما نجمش تعملوا لانها ملوثه بسبب كبيره جدا. نعم. اذا كنت تمشي تجي تعمل محطه تحليه وقتيه باش تسكت بها فم العباد ما تجيش تعطيهم ما يشربوه. سامع هذا قلنا السيد الوزير الفلاح ماذا يسمعني يعرف هذه راهو دراسات عملناها مش جديده عملتها وزاره الفلاح معروفه. علاش وقت نعملوا دراسات ما نستعملوهمش يهطر الناس اللي عندنا هنا وقت يقراوا الدراسه يفهموها شكت يفهموا اش قراو واللي ما يقراوهاش حاجه مثل ثم 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 ما ثمش استمراريه ما ثمش استمراريه ما نعم في الاستراتيجي تعليقك سي سمير. نعم بالنسبه للموضوع نتاع بالنسبه للتلوث يعني موجود هو نحن في المدن الكبرى نحن مثلا في تونس الكبرى عندنا نستعملوا كان المياه السطحيه نتاع السدود وفما اماكن مازالت معناها ما شملهاش معناها كيما نقولوا التدخل العمراني اللي هي مازالت معناها المياه الجوفيه معناها متوفره مازالت نقيه نسبيا ديما يعني هذاك المياه الجوفيه ديما يلزمها معناها نكون وهذا ضيق عليك من المجال ضيق المياه الجوفيه نحن معناها 60% معناها مياه سطحيه معناها الموارد و 40% مياه جوفيه. نعم واضح سي سمير. سي عادل اليوم ماهوش مطروح اليوم ضروره اطلاق حوار وطني صريح ومباشر يخص مساله الماء كما عملنا حوار وطني سياسي واليوم ثم دعوه لحوار وطني اقتصادي واجتماعي اليوم ما ثماش ضرورة ملحة ونقص خطر ينادي ضرورة إقامة حوار وطني يخص مسألة الماء طبعا بالاستعانة بخبراء ومختصين في هذا المجال وبأخذ بعين الاعتبار كما كنت حكيت الدراسات الموجودة حاليا. اسمع العالم أجمع تو ناخذ آخر تقرير دولي خرج أخيرا هو الماء والطاقة لأن مستقبل البشرية محدد بين الماء والطاقة لان الطاقه هدر الطاقه يعطيك احتباس الحراره يعطيك الجفاف يعطيك التغيرات المناخيه والجفاف يعني تونس مرشحه ان الجفاف مش يزيد احنا تم ما زلنا هبطت لنا 20 او 25 مليار متر مكعب من الامطار السنه اي في ظل التغيرات المناخيه مش تزيد النقط حتى 15 و17 مليار دراسه عملتها وزاره الفلاحه منذ 7 سنوات نعم انكاسات على توزيع الامطار على كم الامطار في تونس، اذا مش احنا نرموا في حساباتنا ان راهو الجفاف باش يزيد وقت وصلت المنطقه بتاعنا في الدراسات المنطقه بتاعنا هذه فيها جفاف، اذا الجفاف وقت يزيد احنا حضرنا روحنا لا، اذا فحوار وطني حول الماء ومستقبل الماء في تونس ومستقبل الطاقه في تونس وحوكمه خاصه قطاع الماء وقت نقولوا الحوكمه فيها كثير من الشركه نتاع السوناد مثلا حوكمتها ضعيفه لحد الان حوكمه ضعيفه طيب حكومتها ما دام ديما في هي خاسره دام حكومتها ضعيفه هذه نعترفوا به احنا ما نقولوش هو هاك مسؤول مش مسؤول لكن الحوكمه الدوله مسؤوله على القطاع هذا ما خلاتوش يوقف على السطيك كما ينبغي باش يجم يقدم ويجم يضمن استمراريه الخدمات نتاعه احنا ما خدمه هي للمواطن التونسي وخدمه يجم يعملها بالسيف اللي باش يعملها لكن لازم تكون الخدمه ذات جوده احنا تو الخدمه نتاع السوناد قويه يعطي مصاحبه بارك الله فيك لكنها ما هيش الجوده المطلوبه الناس الكل كانوا يمشيو يشربوا الماء نتاع بالفلوس اذا هذه اشكاليه اذا الحوكمه حوكمه قطاع الماء مع حوكمه قطاع الطاقه هم مش يكونوا الرصيد الاساسي نتاع الحوار الوطني الاقتصادي الاجتماعي الحبل لان سوسيولوجيه المياه وسوسيولوجيه الطاقه ما قدرناش في تونس لا سوسيولوجيه دولو ما قدرناهاش المواطن التونسي كيفاش يتعامل مع الماء المواطن التونسي في بيته كيفاش يتعامل مع الماء ما زلنا كانوا في سنوات اخر التسعينات ثم حمله كبيره ونينا المواطن التونسي ولا يمارس هكا السلوكات المقتصده في الماء نعم تو منذ 3 4 سنوات نساها كذلك ولا من المبذرين
نار من الناس اللي تسقي اللي تغسل كرابه باش يسخن، ثم شكون يغسل كرابته بالصل، ثم يغسل بتويو وقت يغسل بتويو معناته تصور انت معناته شطر براج ضيعوا شطر براج هو حقه حاشو بالصل الواحد. والاخر يقول لك مال حاكم وعادي هو راهو هو نعم. هو علاش هو راهو هو مال حاكم، لكن هو الماء ما تعرف احنا في الـ في الـ في الـ العرف نتاعنا الماء ما يتباعش، لكن هذا يرجع زاد النقص نعم. نقص استراتيجيه حتى التواصل السعادة إيه من الشركه ما يكفيش نتصور مساج او رساله نصيه في الهاتف تقول استحفظ الماء ربي يهديك، هذا ما يكفيش. قاعدين يعني في الموضوع هذا في هذا قاعدين نقوموا في حملات تحسيسيه نعم، لكن اخواتنا عطاشة في جندوبه وناس تجيب ماء في بدون على كريمها مش في غار الدماء امشي قداش مره نمشي لغار الدماء ونحشم انا كخبير نمشي نادوني باش نحشم لان المجر بحذاه وهم ما عندهمش وعندنا برنامج معناتها ما تجيبش ما تقدرش تتكلم اما 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 اما, أما التوعيه مش تعملها شنو تعمل توعيه ما عندكش ما تجيبش تعمل توعيه اذا الناس هذوكم الناس كيفاش عايشين معناتها مشكل كبير الانسان ما عندوش باش ينظف باش يغسل ما نقولش باش يسقي وضروره المصارحه زاد السي عاد نصارحوا الشعب انه راهو مواردك المائيه راهي قابله او قادمه على النضوب نقولوا لهم الحقيقه ونعطيو الارقام الصحيحه للمواطن باش المواطن يولي يخاف على الثروه المائيه. تصور انت السدود التونسي سد سيدي سالم دراسه عملوها سنه 2011 ظهر ان على 36 سد 24 سد فيهم الترسبات وراء السد وصلت 800 مليون متر مكعب، معناتها انت السد موجود معبي بالتراب على خاطر ما خدمناوش الماكينات باش تخرج الماء باش تزيل الطمأ المنتالي، ما خدمناش سنين الله، وهذا غلطه وزاره الفلاحه اللي هي لاعب الماء، وهنا علاش غلطه كبيره وهنا حوكمه لازم تكون موجوده، الماء يعطينا مطر لكن ما يتعدى السد موجود خسرنا عليه 100 مليار دولار، ما يتعدى ويخرج يمشي للبحر، يعملنا فيضانات يمرض الناس يقتل الناس، احنا عندنا الناس ماتوا بالحرائق وفي الشتاء يموتوا بالثلج وفي الشتاء يموتوا بالفيضان. واضح سي عادل. وفي نفس في نفس الوقت يموتوا بالعطش وقت في الصيف، اذا ثم اشكاليه كبرى في تونس، اشكاليه كبرى ندعو اصحاب اصحاب العقول النيره واصحاب المسؤوليه ان يتفطنوا ويوصلوا للمواطن التونسي، راهو السدود نتاعنا تعبات بالماء مقشد ماء. واضح. نعديوها شويه ولا يزيدوا السدود الاخرين هذا اذا عديد الحلول المطروحه نعم. يلزم يكون هذا وصلوا للمواطن التونسي باش المواطن التونسي حتى احنا نستطيع اننا نوقف على سقينا ونحصل المواطن يعمل على روحه باش يخلي يلم الماء نتاعو على روحه واحد ما يستناش السونات. واضح سي عادل. ينقص الضغط على السونات هو واضح سي عادل. وهذا اساس واضح سي عادل. شكرا لك نعم. المنظومه نتاع التفكير شكرا سي عادل. الحوار اللي قلت انت يكون مع المواطن التونسي يكون حركه تشاركي في منفعه للبلاد ان شاء الله. نعم ان شاء الله وهذا ننتظره ان شاء الله بعد انتخابات البلديه بشده يولي مطروح. سي سمير في سؤال اخير انا كنت سالته سي محمد برايك بكريكا انه تونس لاول مره في تاريخها تلتجئ لمخزونها الاستراتيجي باش تعوض هذا النقص الحاد في المياه، شنو هو تاثيرات هذا على المدى البعيد؟ هل عنده تاثيرات سلبيه ولا؟ والله هو نحن يعني مخزون استراتيجي اللي هو معناها نقولوه معناها نحن العمود الفقري نتاع معناها المياه نعم. المياه في تونس معناها اللي يعتبر معناها عمود فقري كبير بالنسبه لتونس والوطن القبلي والسوسه وحتى الصفاقس هو سد سيدي سالم اللي يحكي عليه سي عادل اللي هو معناها وصل توا معناها فيه 140 مليون نحن اللي هو في العاده كي يبدا معناها مخزون كامل يوصل حتى 555 مليون متر مكعب. التجينا للسيد البراق والحمد لله علاش قلت لك نحن عندنا هذوما المخزون الاستراتيجي نستعملوا فيه معناها عندنا من بدايه العام ويعني وفما التجدد ان شاء الله بقدره ربي منطقه تبارقه فيها المياه تصب الامطار تصب والكل ويتجدد نعم. ويعني نحن كما قلت لك الوضعيه معناها نتاعنا ما عندناش مشكل نتاع بالنسبه للمياه الشرب بقدره ربي ننجموا نكملوا حتى بقيه سنه 2017 ما عندناش مشكل ان شاء الله معناها نبداو معناها الموسم نتاع كيما نقولوا في الخريف في سبتمبر نبداو كيما عمناو الوضعيه المائيه نتاعنا في السدود وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر والازمه هذه نتاع قله الامطار وخاصه في برشا اماكن عندنا معنا الكيف مثلا ما صابتش فيها امطار كيف وسبيانه وقصرين فما مناطق ما صابتش ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار والسدود ترجع وهي كيما قلت لك راهي معناها نحن جينا ازمات هكا معناها تعودنا بهم ونقدروا بقدره ربي ان شاء الله نجابوها ان شاء الله ونحسنوا بالطبيعه بتشييد سدود جديده واضح. اخرى شكرا لك نعم
شكرا لك سي سمير. اذا كما كان واضح سي عادل، واضح سي عادل. اذا وقت الحلقه للاسف انتهى، وكما كان يحكي سي عادل نحشم وقت نحكيه على مياه شرب ومياه معالبه، وقت ثم ناس ما عندهاش اصلا الماء، وهي القنوات تتعدى من تحتها والسدود الكبرى اللي تزود منها تونس الكل موجوده في جهتها. واحنا نحكيه على تحسين الخدمات، نتمناو الماء يوصل لاهالينا في المناطق المحرومه والمناطق العطشه. بهذا اليوم نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. نشكر ضيوفي السيد عادل الهنتاتي خبير دولي في البيئه والتنميه المستدامه، شكرا لك ويعطيك الصحه لهذا الحضور. نشكر ايضا ضيفي سيد سمير ريدان مدير الجهوي لاستغلال المياه باقليم تونس الكبرى، يعطيك الف صحه سي سمير. نشكر ايضا ضيفي عبر الهاتف السيد محمد برايك الحمروني رئيس منظمه عين تونس المهتمه بالمياه، الف شكر سي محمد. وشكرا لكم ايضا انتم ضيوفنا على مشاهده هذه الحلقه، الى لقاءات قادمه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.